متعافون من فيروس كورونا الآن سيصبحون قادرين على المساهمة في تخفيف أعراض الفيروس على مصابين آخرين عن طريق التبرع بما يسمى البلازما المناعية في الدم خلال 3 أسابيع بعد التماثل للشفاء، وبذلك يتمكن كل متعاف من التخفيف عن 3 مصابين لمرة واحدة على الأقل. البلازما اللي نطلعها احنا هني من بنك الدم بالكويت معالجة بطريقة جدا عالية وتتبع مواصفات عالمية. مثلا احنا نسوي معالجة اللي هي تثبيط الميكروبات، فنقتل كل الميكروبات اللي موجودة والفيروسات اللي فيها. آلية نظمها بنك الدم لاستقبال المتبرعين الذين تماثلوا للشفاء من كورونا عن طريق المواعيد المسبقة، وهو إجراء يضمن التقليل من التجمعات بحيث يجري اختيار المتبرع حسب الفحوصات الواردة من المستشفى المعالج للحالة المتعافية. يعطونا لستة بكل المرضى المتشافين وفحوصاتهم اللي سووا لهم كلهم، ونتأكد أن كل فحوصاتهم سليمة بعد التشافي من المرض، وخلصوا الحجز المنزلي اللي هي فترة الحجز المنزلي 14 يوم. بعدين نجيبهم مقابلة ونسوي لهم فحص طبي آخر حتى نشوف إذا هم يصلحون للتبرع ولا لا. فمو كل المتشافين نقدر ناخذهم، لأن إحنا عندنا معايير مثل اللي عنده أمراض بالقلب أو اللي عنده كانسر أو في أمراض معينة وأدوية معينة ما نقدر ناخذهم كمتبرعين. العلاج بالبلازما المناعية طريقة جديدة في طور الدراسة وتحتاج سنة على الأقل، إلا أنها تبقى الطريقة الأكثر أماناً ونجاحاً حتى الآن بحسب المتخصصين. من الكويت، شهد المتروك، العربية.